da Paris Saint-Germain, il a Neymar Chico rouge tout dans le cabine. شوفت ربما تفوق السيتي استحواذ خلال خلق فرص اكثر من فريق من فريق باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ربما العشر ربع ساعه الاولى ظهر بشكل جيد واستطاع عمليه التحول السريع، لكن شاهدنا بعد الهدف كان هناك سيطره كليه للسيتي. للسيتي فقط كان خص بعض الشيء لتسجيل هدف. مشكله اخرى عند فريق باريس سان جيرمان هشام وهي الخروج في الكره، فريق يجد صعوبات في عمليه اخراج الكره بطء كبير خصوصا في التحول. كذلك بعض الاحيان شاهد فريق السيتي يلعب دفاع متقدم في نصف الملعب، فريق بي جي المفروض يستغل المساحات، عنده مبابي سريع، عنده نيمار، المفروض يستغل المساحات، لكن دائما كما قلت المشكل هو في الثلاثي. طيب نواصل الحديث عن هذا الشوط الاول بعد قليل ونذكر ان هذا الشوط